أكد محافظ واسط رئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني في واسط محمد المياحي خلال مؤتمر صحفي حضره جميع مدراء دوائر الدولة عن جاهزية المحافظة الكاملة لإجراء التعداد السكاني. وأكد المحافظ أن واسط مستعدة تماما لتنفيذ التعداد ضمن البرنامج الذي وضعته وزارة التخطيط ووفق المنهاج المحدد في الموعد المقرر. تعرفون أنه العراق مقبل على مشروع مهم وطني، هو موضوع التعداد السكاني الذي تأخر كثيرا، وكان أهم أهداف وتطلعات الحكومة الاتحادية في إجراء التعداد السكاني كان التزامات البرنامج الحكومي. كمحافظة واسط شكلت اللجنة العليا للتعداد السكاني برئاسة المحافظ وأيضا المدراء المعنيين في إنجاح التعداد السكاني. وزارة التخطيط كدارة قطاعية هي المسؤولة من الناحية الفنية والإدارية والقانونية في إدارة التعداد. كحكومة محلية ودوائرنا كل إمكاناتنا كعوامل مساعدة لوزارة التخطيط لإنجاح التعداد السكاني. التعداد السكاني هو لا يمكن حصره في يوم واحد. أكو عندنا حقيقة مفهوم خاطئ أن التعداد نعتقد أنه فقط في 2011 اليوم المقرر إلى المحدد ضمن القانون. لا، التعداد السكاني هو جملة من الإجراءات تبدأ ربما الاستعدادات التي أجريت منذ أكثر من 3 أشهر هي استكمالا ليوم التعداد الميداني اللي راح يكون شامل لكل المحافظة. اليوم احنا حقيقة اللجنة العليا أيضا بثقت من عتل غرفة عمليات مركزية لإدارة التعداد السكاني راح تكون مفعلة بشكل يومي بها الدوائر، وأشبه مقر مسيطر راح يكون للإشراف على سلامة ونجاح الإجراءات. واسط من المحافظات المتقدمة، المرحلة الأولى اللي بدأت بالمسح الميداني الأولي من التعداد السكاني اكتملت بنسبة 60%. أيضا محافظة واسط متقدمة على المحافظات الأخرى بعدد المتقدمين كموظفين للتعداد السكاني. الحاجة هي تقريبا لا تتجاوز 4000 موظف، المتقدمين وصلوا إلى 15000 موظف، أي لدينا زيادة في عدد المتقدمين. الآن أكثر من 50% من هؤلاء تم تدريبهم، ومستمر الجهود لتدريبهم وتأهيلهم، وهذا التعداد راح يكون يختلف عن كل الإجراءات السابقة. هو تعداد إلكتروني، راح تكون الفرق مزودة بأيبادات خاصة ومعلومات موثقة بقاعدة بيانات، ومن ثم يكون لها تحليل خاص في إجراءاتها المتبعة. هنا اليوم احنا الشيء المهم اللي لابد نأكد عليه انه واسط الآن متقدمة في إجراءاتها واستعداداتها لإتمام عملية التعداد السكاني، وهنا من خلال وسائل الإعلام نؤكد لأبناء محافظة واسط أن أهمية التعداد السكاني أهمية كبيرة ومسؤولية قانونية ووطنية، لابد أن نتعاون جميعا مع الفرق العاملة في التعداد السكاني.